أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للوالد أن يسترجع هبته لولده إذا كان هل يجوز للوالد أن يسترجع هبته لولده إذا كان بدون سبب؟ ما يرجع إلا للتعديل، له الرجوع للتعديل بين أولاده، إذا كان قصده التعديل يرجع، إذا كان ما هو قصده التعديل فلا يجوز له هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.